بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا النهاردة هو مقياس الرسم. حرام عليك حرام عليك، صوتك مزعج يا حمار. مين اللي قال كده؟ ده أنا صوتي اسمه رهيب وأحلى من صوت الديك. العب يا فرفور، العب يا فرفيرو. يلا يا فرفور، يلا يا فرفيرو. لو سمحتم يا فران، العبوا بعيد مش عارفين ننام. ما بقاش الا انت يا فراشه يا صغيره، ولو مش عاجبك اسكني في الشارع اللي ورا. الفار طول النهار بيلعب قدام الدار، وبالليل مش عارفه انام من صوت الحمار. هي دي الحكايه يا عم عباس. يا عم عباس كبرني، ارسم لي صورة تكبرني علشان الكل يقدرني. انا مرسومة بمقياس رسم وقانوني عبارة عن كاس. انا مرسومة بمقياس رسم وقانوني عبارة عن كاس. الطول بالرسم فوق والطول الحقيقي تحت. رايح فين يا فار؟ سيبني في حالي يا حمار، انا راجع للجحر بتاعي، وانا كمان هلبس نضاره وكلامي هيبقى بالاشاره. هيوحشني صوتك يا حمار، هيوحشني صوتك يا حمار. رسم علاء صوره لاخيه محمود بمقياس رسم 1:40. معنى مثال بيقول: رسم علاء صورة لأخيه محمود بمقياس رسم 1:40، فإذا كان الطول الحقيقي لمحمود هو 160 سنتيمتر، فما طوله في الصورة؟ طبعا احنا عايزين نعرف في البداية ايه اللي مطلوب مننا. طبعا هو طالب مننا الطول في الصورة. طبعا احنا هنرجع للقانون اللي بيقول مقياس الرسم بيساوي الطول بالرسم طبعا مقياس الرسم بيقول ان القيمة بتاعتي بواحد الى 40، او احنا ممكن نكتبها كده، ايوة 1/40، تمام. وعلامة يساوي طبعا هننزلها زي ما هي. والطول في الصورة يا جماعة هو اللي طالبه مني، طبعا هو طالب مني الطول في الصورة وهو مش موجود عندي، فطبعا يعتبر هذا مجهول، هنحط بداله السين. اما الطول الحقيقي هو عطهولي ب 160 سنتي، يبقى هنشيل الطول الحقيقي ونحط بدلها ال 160. طبعا يا جماعه العلاقه اللي قدامنا ديت اللي هي 1/40 تساوي س على 160. هذه العلاقه بتسمى ايه يا جماعه؟ برافو، تسمى تناسب. فعلا يا جماعه، لان النسبه الاولى بتساوي النسبه الثانيه. طبعا يا جماعه من خواص التناسب ان حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. طبعا يا جماعه السين بتقول انا محدش يقدر يقف قصادي ابدا، انا اللي يقف قصادي ينزل تحت. طبعا ال 40 بتتحدى السين، وقالت لها انا هقف قصادك يا سين، انا هتحداك يا سين. ولكن طبعا السين القويه قالت لها انت مش عارفاني طبعا يا 40، انزلي تحت يا 40، ده انت مش قد السين. وفعلا يا جماعه ال 40 نزلت تحت، لان اللي يقف قصاد السين ينزل تحت. الواحد والمية وستين طبعا اللي هم الطرفين بيقولوا طبعا احنا ملناش دعوة بالكلام ده كله، احنا نضرب في بعض، احنا حاصل ضرب الطرفين، احنا نضرب في بعض ونطحن في بعض مش مشكلة، بس المهم ان احنا ما نقفش قصاد السين. يبقى طبعا السين هتساوي هنضرب الواحد في 160، تمام، بتساوي 160، وفي المقام طبعا ال 40. طبعا لو اختصرنا يا جماعه لابسط صوره، يعني قسمنا على 10 في البسط والمقام، يبقى ال 160 لو قسمناها على 10 فعلا هتساوي 16، وال 40 لو قسمناها على ال 10 هتساوي 4، تمام، يبقى ال 16 على ال 4 هتساوي 4 سنتي. يبقى إذا يا جماعة الطول في الصورة هيساوي 4 سنتيمتر. تم التقاط صورة إحدى العمارات حيث كان مقياس الرسم هو 1:1000، فإذا كان ارتفاع العمارة في الصورة هو 3 سنتيمتر، فما ارتفاعها الحقيقي؟
طبعا احنا قلنا ان كل شيء بيتحل بالقانون، والقانون اللي معانا دلوقتي هو قانون مقياس الرسم، يعني مقياس الرسم بيساوي الطول في الصورة على الطول الحقيقي. طب يا ترى يا جماعة هو طالب مني ايه؟ هل طالب مني مقياس الرسم، ولا طالب الطول في الصورة، ولا طالب الطول الحقيقي؟ طبعا لو بصينا في السؤال هو بيقول لي ما ارتفاع العمارة الحقيقي، وهو عطيني طبعا مقياس الرسم بيساوي 1 إلى 1000، يعني 1 على 1000، يبقى احنا هنشيل مقياس الرسم ونحط بداله 1 على 1000 يساوي، وطبعا فوق الطول في الصورة وهي بتلاتة سنتي، يبقى هنكتب يا جماعة 3 على طبعا الطول الحقيقي اللي هو طالبه، وهنعوض عنه بالسين. وزي ما قلنا برضو ان العلاقة اللي قدامنا ديت هي علاقة تناسب، ومن خواص التناسب ان حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين. طبعا السين بتقول انا محدش يقدر يقف قصادي ابدا، انا اللي بيقف قصادي هينزل تحت. الواحد طبعا هي تحدت السين وقالت لها انا اللي هقف قصادك يا سين. طبعا السين قالت لها انزلي تحت يا واحد، انت مش قد السين. وفعلا يا جماعه الواحد نزل تحت، لان طبعا السين قويه. اما الثلاثه والالف طبعا قالوا احنا نضرب في بعض مش مشكله، بس المهم ان احنا ما نقفش قصاد السين، لان اللي بيقف قصاد السين طبعا بينزل تحت. يبقى طبعا الثلاثه هتنضرب في الالف، هيحصل بينهم ضرب اهوت، وهتبقى بتساوي تمام 3000 على طبعا المقام هيكون فيه الواحد طبعا، و3000 على الواحد بتساوي تمام تساوي 3000 سنتيمتر. يبقى اذا الطول الحقيقي يساوي 3000 سنتيمتر. معنى مثال بيقول اذا كانت المسافة بين مدينتين على خريطة هو 3 سنتيمتر، والمسافة بينهما في الحقيقة هي 9 كيلو متر. طبعا هو بيقول لي اوجد مقياس الرسم الذي رسمت به هذه الخريطة. طبعا يا جماعة هو طالب مني مقياس الرسم، وزي ما اتفقنا ان كل حاجة بنجيبها بالقانون، والقانون اللي عندنا بيقول ان مقياس الرسم بيساوي الطول في الخريطة على الطول في الحقيقة. طبعا يا جماعة زي ما اتفقنا ان المسألة كلها يا اما تكون بالسنتي او تكون بالكيلومتر. طبعا احد الاولاد بيقول لي يا استاذ من الاسهل ان احنا نحول الكيلومتر الى سنتيمتر. طب يا ترى مين اللي هيحول التسعة كيلومتر؟ هي يا جماعة موجودة فهمانة دايما ويانا وبتقول انا اللي هحول يا استاذ احمد الكيلومترات الى سنتيمترات. طبعا هي بتسأل وبتقول للولاد الكيلو المتر بيساوي كام متر؟ برافو، بيساوي 1000 متر. ولكن يا جماعة فهمانة بتقول أنا مش عاوزة أحول لمتر، لا ده أنا كمان عاوزة أحول لسنتي. فهمانة بتقول أنا مش هحول للسنتي على طول، أنا هحول الأول التسعة كيلو متر إلى أمتار، وبعد كده يا شطار هنحول الأمتار إلى سنتيمتر. طب هنبدأ الخطوة الأولى، بتقول أنا هحول الأول التسعة كيلو متر إلى أمتار، يبقى هضرب في كام؟ برافو، هضرب في 1000 طبعا عشان احول الامتار. طب ويا ترى علشان احول الامتار بقى للسنتيمتر اضرب في كام؟ تمام، هضرب في 100، لان المتر بيساوي 100 سنتيمتر. يبقى اذا التسعة كيلو متر هتساوي 900000 سنتيمتر. وهنرجع تاني يا جماعه لقانون مقياس الرسم اللي هو بيساوي الطول في الخريطة اللي هي الطول في الصورة يعني على الطول الحقيقي. طبعا هو قال لي ان الطول في الخريطة بيساوي 3 سنتيمتر، اللي هي 3 هنحطها طبعا في البسط فوق، على الطول الحقيقي. وطبعا احنا جبنا دلوقتي الطول الحقيقي بالسنتيمترات اللي هو بيساوي كام؟ برافو، اللي بيساوي 900000. طبعا احنا هنبسط لأبسط صورة، يعني هنخلي البسط يكون 1، يا ترى هنقسم على كام؟ برافو، يبقى هنقسم على 3. وأيضا في المقام طبعا إن التسعة بتقبل على 3، يبقى هنقسم ال 900000 على 3. نرجع تاني للبسطة يا جماعة، هنقول 3 على 3 تمام تساوي 1. وأيضا في المقام نعتبر إن الأصفار مش موجودة، لو قسمنا الأول التسعة على 3 تمام بتساوي 3، وعندي طبعا 5 أصفار هينزلوا زي ما هما، يبقى إذا مقياس الرسم هيساوي 1 على 300000.
نشكركم على حسن المتابعة مع نفهم نتعلم بسهولة وبساطة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.